السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معنا في عين التعليم، أهم وأبرز الأخبار والمنتجات التعليمية المميزة في برنامجكم عين التعليم. والبداية كالمعتاد بالعناوين. ولي العهد يصل إلى بريطانيا والمبتعثون يبشرون بمقدمه الميمون. مذكرة تفاهم تجمع الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة ووزارة التعليم. بوابة المستقبل، خطوة طموحة نحو التعلم الرقمي في ظل رؤية المملكة 2030. منهج حياة في الإدارة يحرك مواقع التواصل الاجتماعي. عبر الطلبة المبتعثون في بريطانيا عن فرحتهم بالزيارة الكريمة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والتي جاءت بدعوة من حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا وإيرلندا الشمالية. وقال الدكتور عبد العزيز المقوشي الملحق الثقافي السعودي في بريطانيا: حرصا على أمن وسلامة المبتعثين وعائلاتهم، فإنني أهيب بعموم المبتعثين والمبتعثات وعائلاتهم في المملكة المتحدة بعدم التفاعل مع ردود الفعل السلبية من أولئك المأجورين في المؤسسات التعليمية أو الثقافية أو العامة على أراضي المملكة المتحدة أو في أي من وسائل الإعلام والإعلام الجديد بكافة أشكاله، بل يجب علينا جميعا عدم التعاطي مع هجماتهم، لأن الرد يمنحها قيمة. حفظ الله ولي العهد في حله وترحاله. مذكرة تفاهم تجمع الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة ووزارة التعليم. فقد أبرم الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة مذكرة تفاهم مع وزارة التعليم في خطوة تهدف إلى بناء وتأهيل القدرات الوطنية من خلال برامج تدريبية في البرمجة والأمن السيبراني. وتضمنت بنود المذكرة تطوير برامج تعليمية وتدريبية مشتركة والمشاركة في إنشاء منظومة لرعاية طلاب المدارس والجامعات الموهوبين والمطورين وأصحاب المشاريع التقنية. رعى أو في إعادة لدولة اليمن وتنميتها، نعم، رعى وكيل جامعة الملك خالد الدكتور محمد الحسون انطلاق جلسات ندوة إعادة الأمل لدولة اليمن وتبنيها أو تنميتها واستقرارها صباح الاثنين الماضي بمشاركة 6 متحدثين، وذلك بالمسرح الجامعي بالمدينة الجامعية بأبها. لمزيد من التفاصيل نتابع وإياكم هذا التقرير. بناء على التوجيه الوزاري للجامعات بإبراز جهود المملكة العربية السعودية ودول التحالف في دعم استقرار اليمن الشقيق ودعم تنميته، نظمت جامعة الملك خالد في المسرح الجامعي ندوة علمية عن جهود دول التحالف في تنمية اليمن واستقراره.
جامعة الملك خالد هي إحدى الجامعات الرائدة في هذا المجال، مجال استشعار المسؤولية الوطنية والمجتمعية، ولذلك جاءت هذه الندوة تصب في هذا المجال. إذن حديثنا عن التطرف في المذهب الشيعي. هذا التطرف في الواقع الإشكالية في المنطلق، من أين نبدأ؟ من أين ننطلق؟ كيف نسمي هذا المذهب؟ كيف نسمي هذه الحالة؟ متى كان وكيف كان وكيف ظهر؟ في الواقع تساؤلات كبيرة واحتمالات كبيرة ممكنة وغير ممكنة، احتمالات متعددة، عدا احتمال واحد فقط هو الممكن وهو الأرجح وهو الأصوب للعقل وهو العمق الفارسي. شخصيات وقادة للرأي العام من أكاديميين ودعاة، تمحور حديثهم ونقاشهم حول محور الافتراق وأثره في تمزيق الأمة الإسلامية، ومحور جهود التحالف في تنمية اليمن واستقراره، ومحور العلاقة بين الجماعات الإرهابية والإنقلابيين في اليمن. هذا الملتقى من أنجح الملتقيات في تسليط الأضواء على هذه المحاور الأساسية من أجل أن نعيش نفس التصور ونستحضر هذه المعاني، وأيضا نثني ونشيد بعاصفة الحزم ذلك القرار الاستراتيجي لخادم الحرمين الشريفين الذي عاد للأمة العربية أصالتها ورسخ هويتها. إن شاء الله أن يكون فيه برضو تسليط الضوء من كل وسائل الإعلام اللي ننتظر منهم الكثير على تسليط الضوء على دور المملكة، على ما تعنيه المملكة من هذه الدول الحقيقة المتسلطة. نسأل الله أن يرد كيدهم إلى نحورهم. جامعة الملك خالد تجاوزت حدود مهمتها الأكاديمية إلى المشاركة الفاعلة في تأسيس منهج أصيل يتمثل في الاستجابة والتفاعل في مختلف الأحداث السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية، واستثمار خبرات الأكاديميين من منسوبيها وترجمته إلى واقع ملموس يتمثل في الندوات والمؤتمرات واللقاءات الوطنية. لقناة عين، بدر الدوسري، أبها. يشارك عدد من قيادي وقيادات وزارة التعليم والجامعات وإدارات التعليم وهيئة تقويم التعليم والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني هذا الأسبوع في ورشة عمل السياسات المبنية على البراهين في جامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية. لمزيد من التفاصيل نتابع وإياكم هذا التقرير. القيادات التربوية ركن مهم في العملية التطويرية التي تعمل عليها وزارة التعليم لتحقيق رؤاها، لذا جاءت بالشراكات المتعددة واجتزأت من أوقات المسؤولين ليتبادلوا الخبرات والمعارف بحثاً عن التطوير. الهدف الرئيسي هو تطوير آلية صنع القرار واعتماد القرار أو السياسات بشكل عام، السياسات العامة التي تتخذها الوزارة على منهج علمي دقيق يعتمد على بحوث ودراسات ومنهجية معروفة تطبقها جامعة هارفارد في كثير من مشاريعها على مستوى العالم. حرصت الوزارة على مشاركة ممثلين من شتى القطاعات المرتبطة بالتعليم ليشاركوا في تحقيق أهدافها التطويرية على مستوى القياديين والقياديات. اتفاقية ما بين الوزارة وما بين جامعة هارفارد، اتفاقية هذه تمتد لخمس سنوات حسب المخطط لها، والهدف هو القيام بإجراء دراسات وبحوث مشتركة وأيضا تطوير قدرات وإمكانات القياديين في الوزارة على الاستفادة من الدراسات والبحوث المبنية على البراهين والأدلة. رغم تباين المهام واختلاف المناصب القيادية، إلا أن التطوير والرغبة في المضي نحو العالم الأول جمعت المشاركين تحت سقف هارفارد.
أنا أرى أن هذه الأمور مع الحضور كعلاقة ثنائية الاتجاه، إنها ليست محاضرة فقط للحصول على المعرفة، هي في الحقيقة تشارك للخبرات فيما بيننا. عندما أفكر بالأفراد المشاركين أمامي، أعي جيداً أنهم على مستوى عالي من التعليم والخبرة، وأعتقد أن القيمة الحقيقية في هذا البرنامج هي إعطائهم المساحة الجيدة لخلق الطرق التعليمية المبتكرة، وهذا شيء أصبح مهم في مجال الأبحاث والدراسات. لذا نحن نؤمل على اتحاد هذين الأسلوبين في التفكير، الأسلوب الفعال التشاركي الإبداعي والأسلوب المعرفي والعلمي والخبرات أيضاً. ما زالت وزارة التعليم تمد جسورها إلى كبرى الجهات التعليمية في العالم بغية لتطوير العملية التعليمية في المملكة العربية السعودية، وذلك تماشياً مع أهداف رؤية 2030. لقناة عين، عبد الوهاب الشهري، بوسطن. ولإلقاء مزيد من الضوء سوف يكون معي الدكتور عبد الرحمن بن عمر البراك، وكيل وزارة التعليم للتخطيط. دكتور عبد الرحمن، أهلا بك معنا في عين التعليم، وأبدأ معك من حيث هذا الخبر وهذا التقرير. ما الذي يمكن أن نستفيد من الحقيقة من خلال ورش عمل مثل هذه الورشة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية أرحب بك وأرحب بالزملاء في القناة المبدعة عين. هذه الورشة هي جزء من اتفاقية سبق توقيعها بين وزارة التعليم وجامعة هارفارد، اتفاقية تعنى بموضوع السياسات القائمة على البراهين، بمعنى أن السياسات تكون معتمدة على بيانات وتكون معتمدة على معلومات موثقة، بحيث يتخذ أو يتخذ القرار على أساس سليم ويعدل سياسة أو تضاف سياسة جديدة بناء على أساس سليم. وأيضا ما يتعلق بتقويم البرامج القائمة، يمكن أيضا تقويمها، البرامج الاستراتيجية يمكن تقويمها على أساس سليم. جزء من الاتفاق مع الجامعة كان إقامة ورشة عمل لقيادات التعليم في مدينة بوسطن في جامعة هارفارد، وهذه ورشة تعنى بالتعريف بموضوع السياسات القائمة على البراهين وأهمية هذا الجانب وكيفية إجراء السياسات القائمة على البراهين. الوزارة حرصت حقيقة أن يكون فيه مشاركة موسعة من المعنيين بقطاع التعليم، لذلك شارك في هذه الورشة قيادات بعض قيادات الوزارة وبعض مديري عموم التعليم. جميل. وأيضا بعض المختصين في الجامعات السعودية الكبرى، وكذلك شارك فيها من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للارتباط في هذا الجانب، ومن هيئة تقويم التعليم حتى تعم الفائدة للجميع، ولأنهم جميعا شركاء في السياسات التعليمية بإذن الله. إذن وكيل وزارة التعليم للتخطيط الدكتور عبد الرحمن بن عمر البراك، شكرا جزيلا لك، كان متحدثا عن ورشة عمل كانت في جامعة هارفارد. وإلى خبرنا الأخير، بادرت مدرسة متوسطة الكساء بإقامة معرض الأمن الفكري، وذلك لتعزيز المناعة الفكرية ضد التطرف واستشعار للمسؤولية الكبيرة التي تقع على عاتق المجتمع والجهات التعليمية. لمزيد من التفاصيل نتابع وإياكم هذا التقرير. من نهج وقت تأجج الفتن التي تعمي فتختلط الأمور على الجهول. من نهج وقت تأجج الفتن التي تعمي فتختلط الأمور على الجهول. بصائر أجابت في معرض استهدفت فيه ذوي العقول. معرض تقام أجنحته بين أروقة متوسطة الكساء، فمن هنا ولدت تلك الفكرة التي عمل عليها القائمون بجد لتحقق أهدافها، واستقبلت أبناء الوطن من طلاب المدرسة والزائرين باستمرار للأنشطة اللاصفية، وهي التي تخرج من محيط المدرسة إلى المدارس الأخرى وإلى أكبر وأشمل وأعم، وهو المجتمع بشكل عام. في هذه الظروف التي تعيشها المملكة على وجه الخصوص والعالم العربي والإسلامي على وجه العموم،
تؤكدها الحاجة الماسة لإقامة مثل هذه المعارض لتبصير الشباب وأبناء هذا الوطن وخاصة في سلك التعليم. مشاركة من المدرسة في برنامج مواجهة الفكر الضال، وأيضا بما يتوافق مع الرؤية، رؤية 2030. يحمل المعرض رسائل مهمة ويعزز المناعة الفكرية ضد أي عوارض خارجية قد تؤثر عليه. معرض شامل للأمن الفكري، معرض يوصل رسائل لأبطال الحد الجنوبي، رسائل لرجال الأمن داخل البلد. هناك 500 ألف حساب وهمي في تويتر كله ضد أمن هذه الدولة. إذا وجد أحد مثلا متأثر بأي شيء من الأخطار والأخطار الفكرية، أن نتعاون جميعا، المدرسة، البيت، المنزل، الزملاء، في إنقاذه. تخلل المعرض العديد من الأنشطة بمشاركة العديد من الجهات الرسمية والمجتمعية التي استهدفت هذا التجمع الطلابي للتوعية ضد مخاطر المخدرات وتجهيزهم للتعامل مع الحالات الطارئة والإسعافات الأولية والتعاون مع أجهزة الدفاع المدني. فريق غوث وجمعية غوث نقدم دورات للطلاب في الإسعافات الأولية. يحذر عن التدخين والتفحيط والتفجير. اشتمل المعرض على صور جسدت تاريخ المملكة وكفاحها ضد التطرف والإرهاب الفكري لحماية الوطن على كافة الجبهات. أبنائي وبناتي، إن الأمن نعمة عظيمة هو الأساس في رخاء الشعوب واستقرارها. لقناة عين، محمد المدني، الرياض. فاصل قصير، بعده نعود وإياكم للحديث عن بوابة المستقبل، خطوة طموحة نحو التعلم الرقمي في ظل رؤية المملكة 2030. الذين يأتون إلى هنا يأتون للاستزادة من المعرفة. وأنا شفتك قبل كده؟ كلا، لا أعتقد هذا. أنا أعيش هنا منذ زمن بعيد. هذه الكتب لا تشعرني بالوحدة. القراءة سلاح عظيم للتغيير، ولكنها ليست السلاح الوحيد. السفر والترحال يوسع مداركك ويزيد من خبراتك. في هذا الصندوق سر التغيير. الصراحة حسيت أول ما شفته إنه أكثر اسم ملائم له هو الرجل الحكيم. أهلا بك في رحلة التغيير يا مصطفى. أنت ما تخرج من المكتب أبدا. سليم يأتيكم في الأوقات التالية. صيد بلا حدود يأتيكم في الأوقات التالية. تحقيق
تحقيقا لرؤية المملكة الطموحة 2030، لا تزال وزارة التعليم تتماشى مع هذه الرؤية لتحقيقها وللسير أيضا في مجال مواكبة التقنية والجيل الجديد المتسارع مع هذه التقنية. أطلقت وزارة التعليم مع بداية هذه السنة إحدى مشاريعها التطويرية والتحولية للتعليم كبوابة المستقبل. بوابة المستقبل هو موضوع حلقتنا كما ذكرنا قبل الفاصل. ما هي بوابة المستقبل؟ ما أهدافها؟ كيفية استخدامها؟ ما الذي يمكن أن ينتج عنها من خلال تأثيرها على العملية التعليمية؟ وكيف ستحقق رؤية المملكة 2030؟ للحديث حول هذا الموضوع يسرني أن يكون معي في الاستوديو الدكتور يوسف بن أحمد العهلي، الرئيس التنفيذي لشركة تطوير لتقنيات التعليم. حياك الله دكتور. اهلا وسهلا، احب فيك وارحب بالساده والسيدات المستمعين والمستمعات. سعداء بوجودك معنا في عين التعليم، وان شاء الله نوضحها بشكل اكبر كانطلاق ان شاء الله موسع سيكون في السنه القادمه واللي بعدها في 2020 ان شاء الله تكتمل تطبيقها في كل على مستوى المملكه باذن الله. طيب نشوف التقرير. التحول نحو المستقبل الجديد أصبح واقعا يفرض نفسه وبقوة في مجالات الحياة العامة، فكيف هو في المجال التعليمي وإعداد أجيال نشأت على التقنية؟ ضمن خطط الوزارة للتحول نحو التعليم الرقمي في المملكة، بوابة المستقبل نافذة تعليمية جديدة تمتزج بأسلوب معاصر، تتحول من التقليدية نحو الإلكترونية وتحقق أهداف الرؤية المستقبلية. انطلاقا من رؤية 2030 تم تطبيق مبادرة التحول الرقمي من قبل وزارة التعليم، وإحنا كنا من المدارس المطبقة لمشروع بوابة المستقبل. أما الطلاب فقد فتشت في حقائبهم وعلى أدراجهم فلم أجد سوى جهاز الكمبيوتر المحمول، وفي يد المعلم جهاز التحكم بالشاشة الرئيسية وقلم يختلف تماما عما نعرفه. أصبح كل شيء في متناول يد المعلم، أصبح التواصل مع الطالب مع ولي الأمر داخل وخارج المدرسة سهل جدا. إذا كنت أنا ما حضرت اليوم أقدر أشوف الواجبات اللي علي من بوابة المستقبل، أقدر أتناقش مع الأستاذ وتناقش مع زملائي، إذا في شيء ما نفهمه في الدرس أقدر أراسل الأستاذ في بوابة المستقبل وأقدر أرسله في أي وقت. إذا شاركت مع المدرس إنه يعطيك مشاركة وهذا تزيد من درجاتك. مواكبة التغيرات ومسايرة التقنية والواقع هو أحد الأهداف القادمة للتطوير من البيئة التعليمية وتهيئة جيل يلحق بالركب التقني، بل ويسأل دائما هل من جديد. لقناة عين، محمد المدني، الرياض. دكتور يوسف، مثل ما شفنا في التقرير يعني في أشياء تعطي صور إيجابية الحقيقة عن هذه البوابة، كيف يتعامل الطلاب والمعلمين. 2018 كان 150 مدرسة، 19 تقريبا 1500، بعدها 2020 جميع مدارس المملكة. نبي نعرف بشكل أكبر ما هي فكرة هذا الموقع أساسا. يعطيك العافية أستاذ علي. الله يعافيك. بوابة المستقبل هي المسمى الذي أطلقته وزارة التعليم على التحول الرقمي للعملية التعليمية، أطلقه معالي وزير الدكتور أحمد العيسى في صيف العام الماضي، وبحمد الله بدأ يرى النور من سبتمبر بداية العام الدراسي الحالي. التحول نحو بيئة رقمية تفاعلية تعزز استراتيجيات التربوية في عملية تعليمية أمر مهم جدا. قطاعات كثيرة داخل وخارج البلاد استفادت من التحول الرقمي وقطعت مشوار كبير جدا في تفعيل الخدمات التي تقدمها وفي أيضا تسهيل الإجراءات التي تقدم لعموم المستفيدين. معالي الدكتور أحمد العيسى رأى أن الوقت قد انحان الآن لاستفادة قطاع التعليم من التحول الرقمي والتقنيات الرقمية. عبر بوابة المستقبل نحاول أن نستفيد من إقبال الشباب والشابات الطلاب والطالبات على التقنيات الرقمية والأجهزة الرقمية بما يسخر أوقاتهم للمتعة والإفادة في ذات الوقت. عبر بوابة المستقبل نحاول أن نزيد من فاعلية دور المعلم داخل الفصل ودور المعلم خارج المدرسة
نحاول أن نزيد من الإفادة من التقنيات الرقمية لزيادة التواصل بين الأسرة والمدرسة، زيادة قدرة قائد المدرسة على التحكم والاطلاع على ما يدور لديه داخل المدرسة. إدارة التعليم تستفيد أيضا لمعرفة ما يدور داخل إدارة التعليم داخل المدارس ومكاتب الإشراف بشكل شامل. بوابة المستقبل هو نقلة رقمية تساعد في قياس وتحسين العملية التعليمية وتمكن قادة التعليم من الاطلاع على مواضع القوة وتعزيزها، وتمكن أيضا قادة التعليم من الاطلاع على نقاط الضعف وتحسينها. جميل، يعني بوابة المستقبل تحدث عن مشروع هو تطبيق موجود في الأجهزة الذكية، ممكن بعد ما يتم انتشاره يكون هو تطبيق موجود، أو الآن من عندهم بوابة المستقبل عندهم التطبيق هذا يدخل فيها فصول افتراضية مثلا، فيها مثلا المعلمين متواجدين فيه لمن أراد أن يسأل كما شفنا في التقرير، فيه مثلا طريقة التحضير الموجودة في المدرسة قد تكون في موجودة في الموقع زي كذا مثلا. هذا الموجود في بوابة المستقبل هو برنامج متكامل تحول رقمي. في عمليات التحول احنا لا نتكلم فقط عن برامج، عملية التحول تشمل برامج، تشمل أجهزة في جانب. جميل. وتشمل استثمار في العنصر البشري وهو جانب مهم جدا، وتشمل في مجال التعليم استثمار في المحتوى التعليمي الإثرائي التفاعلي. في بوابة المستقبل نركز على هذه الجوانب جميعا. في الجانب البشري نعزز دور المعلم، ومن خلال التدريب ومن خلال أيضا عناصر المساعدة الرئيسية التي تمكن المعلم من الاستفادة من التقنيات بشكل شامل. في جانب التطبيقات، نعم يوجد تطبيقات على الأجهزة الذكية، ويوجد تطبيقات على الويب سايت بإمكان الجميع الدخول عليها في كل وقت وحين. فالبرامج هي عنصر من عناصر بوابة المستقبل، وليست هي كل عناصر بوابة المستقبل. من المستفيد من الموقع؟ هل فقط الطالب والمعلم؟ الطالب والمعلم أبرز المستفيدين من البرنامج بوابة المستقبل، ولكن يستفيد منها أيضا قائد المدرسة والمشرف التربوي ومكتب الإشراف وإدارة التعليم، يستفيد منها ولي الأمر في المنزل، يستفيد منها القطاعات التخطيط في الوزارة. طيب، إذا كنا نتحدث عن أب وطالب ومعلم والوزارة والمشرف لما يتابع المعلم، طيب لما أنا تطبقون مثل هذا المشروع، ما هي الأهداف اللي ممكن تحققها لي مثلا في نهاية كل سنة، أو مثلا لما أحقق مثل هذا المشروع يتم تطبيقه، ما هي الأهداف المرجوة، وش التغير اللي ممكن يحدث لي بعد انطلاق هذا المشروع؟ ابتداء مستوى تفاعل الطالب مع المعلم يفترض أن يرتفع، بحكم أننا نخاطب الطالب باللغة التي يستمتع بها واللغة التي يفهمها واللغة التي يمضي فيها وقت طويلا خارج المدرسة. توفير المحتوى للطالب وفق ما يراه المعلم، وإيجاد أو الإطلاع على المواد الإثرائية المفيدة سواء كانت مصورة أو مرئية، سواء كانت صور ثابتة أو صور متحركة، تزيد من إدراك الطالب ومن فهمه ومن قدرته على استيعاب العناصر الأساسية من المواد التعليمية قبل أن يصل إلى الفصل. وبالتالي فإنه دور المعلم يتحول من العناصر الأساسية والعناصر البدائية في هرم بلوم إلى العناصر الأكثر تقدماً، التحليل وما فوق التحليل. يستفيد الطالب بشكل أكبر من الحصة الدراسية، وأيضاً يكون دور المعلم هنا أكثر فاعلية في زيادة مستوى الطلاب وتفاعلهم مع المواد التعليمية. من هذا المنطلق نحن نسعى إلى رفع مستوى العملية التعليمية، رفع العائد على الطالب من العملية التعليمية من الحضور إلى المدرسة، يكون حضور المدرسة أكثر فاعلية وأكثر أهمية، لأنه لم يعد يمضي وقت المدرسة في الاستذكار وفي التذكر وفي المفاهيم الأساسية، وإنما في المفاهيم المتقدمة التي تستدعي فعلا وجود المعلم، وتستفيد أكثر استفادة من وجود المعلم داخل الفصل وداخل المدرسة. من خلال أيضا بوابة المستقبل والتحول الرقمي للتعليم، نحن نسعى إلى رصد الأمثلة الإيجابية، الأمثلة المتميزة لتضحيات وجهود المعلمين والمعلمات، وإبرازها بشكل إيجابي يعكس
الجهود التي يبذلها هذا القطاع أو هذا العنصر الرئيسي المهم في العملية التعليمية، وبالتالي تعزيزها وإبرازها وأيضا إعطاء الشكر اللي بنستحقه من المعلمين والمعلمات لقاء الجهود التي يبذلونها. نعرف أنه هناك توسع كبير جدا في التعليم، الحمد لله في إقبال كبير جدا وأعداد الطلاب في تزايد. نعرف أنه في كل مكان في العالم هناك ضغط على الموارد التعليمية من حيث الكوادر البشرية أو من حيث المساحات المتاحة في المدارس. صحيح. ومن خلال البوابة المستقبل نأمل أن نمكن المعلم ونمكن أيضا الإشراف التربوي من القيام بأدوارهم بفعلية أكبر وبجهود أقل. المعلم يبذل جهود كبيرة جدا في التفاعل والتعامل مع طلاب كثر داخل الفصل، وزيادة أعدادهم ربما تقلل من قدرته على إعطاء واجبات أكثر، وإنما في الاستعانة ببوابة المستقبل والتحول والتقنيات الرقمية بالإمكان أن يكون التصحيح إلكتروني، وبالتالي يسهل يقلل الجهود المبذولة من المعلم خارج الفصل، وهذا سيمكن المعلم من إعطاء عدد أكبر من الواجبات، متابعة الطلاب بشكل أكبر، وبالتالي اكتشاف نقاط الضعف بشكل مبكر مع الطالب وتقويتها، والاطمئنان إلى مستوى طلابه من حيث التحصيل العلمي وتحصيل المفاهيم بشكل مبكر. طيب كلامك الآن وقبل شوي في التقرير الطلاب سمعت منهم اللي يقول أقدر أناقش المعلم في مسألة لما أكون غايب، ممكن أحصل على الدرس من خلال بوابة المستقبل، ولي الأمر ممكن يناقش المعلم في مشكلة عند ولد عند طفل عند الطالب إذا كان أحد أبنائه موجود في المدرسة أو عند هذا المعلم المشرف. كيف يتم كل هذه داخل هذا الموقع أو داخل هذا المشروع داخل هذه البوابة؟ الجميع لديه حساب مفعل على بوابة المستقبل، جميع العناصر الثلاثة التي تفضلت فيها، والجميع يستطيع الدخول، يستطيع أن يطلع على ما لدي ما يوجد من 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 تقارير أو رسائل موجهة له. الرسائل يمكن توجه من الطالب إلى ولي الأمر، أو من ولي الأمر إلى الطالب، عفوا من المعلم إلى ولي الأمر، أو من ولي الأمر إلى المعلم. يعني في تواصل بين المعلم وولي الأمر؟ نعم، بين المدرسة والأسرة. والتواصل هذا بطبيعة الحال هو موجود حاليا، ولكنه يتم من خلال لقاءات تقنية دورية. اللقاءات الدورية التي تتم مرة واحدة في خلال الفصل الدراسي قد تكون متعبة للأسرة، وقد تكون أيضا ضعيفة في مستوى تكرارها. من خلال بوابة المستقبل يكون التواصل هذا من الوارد وممكن بشكل يومي تلقائي ذاتي إذا فعلت البوابة بشكل يومي أو يومي. نعم، فالأسرة تستطيع الدخول من خلال اليوزر نيم والباسورد المخصص في نور يستفاد منه في بوابة المستقبل، وذات الشيء يحصل مع الطالب ومع المعلم. هناك حوارات، حلقات حوار تتم بين الطلاب وبين الطلاب والمعلمين لتدارس أو المناقشة في بعض العناصر العملية التعليمية. وهذا يعني في محتوى البوابة فصول افتراضية ولا مثلا غرف دردشة؟ هي أشبه ب ليست غرف دردشة حية، وإنما هي أشبه بلقاء حوار مكتوب، أسئلة وإجابات أو استفسارات أو آراء تتبادل، وتكون تحت نظر المعلم وتحت أيضا توجيه المعلم، ويفيد فيها المعلم لطلابه. ما يتعلق بالمدرسة الافتراضية هي أيضا جانب آخر من جانب تطبيق التقنية في العملية التعليمية، وجانب آخر من جوانب التحول الرقمي. بوابة المستقبل تمكن تفعيل الفصول الافتراضية والتعليم عن بعد، وقد طبقت هذه في بعض الحالات التي لا يتمكن فيها المعلم أو الطالب من الحضور للمدرسة. يعني ممكن المعلم يرفع ملفات، ممكن يستفيد منها الطالب. أنت قبل شوي تكلمت أن الطالب بإمكانه أنه يتعلم في المنزل أو يأخذ بعض النظريات، بعد ذلك يأتي للمدرسة ويكمل العملية التعليمية. نعم نعم، المعلم يستطيع أن يحدد مواد تعليمية، مواد إثرائية للطالب، فالطالب بناء على ذلك يطلع عليها قبل أن يحضر المدرسة، وبالتالي تكون المدرسة مكملة لما بدأه الطالب في المنزل. فيما يتعلق في المدرسة الافتراضية هي فصول حية، بث حي يكون بين الطالب والمعلم، استفاد منه عدد من المعلمين في حالات التي يكون فيها تعليق للدراسة، عدم إمكانية الوصول للمدرسة، واستفاد فيه عدد المعلمين عندما لا يستطيع لظروف صحية الوصول المعلم والمعلمة إلى المدرسة،
وهذه من الأمثلة الإيجابية التي لاحظناها في خلال التطبيق الحالي لبوابة المستقبل. جميل. لما أتحدث عن قضية إيجابية موجودة في هذا التطبيق، تحدث التطبيق أنه ممتع والإمتاع هو الذي يجذب الطالب، خاصة لما يكون من هذا الجيل، جيل التقنية. ما وجه الإمتاع اللي ممكن يجده الطالب في مثل هذه البوابة؟ عموم الاستخدام للتقنية هو ممتع للطلاب وجاذب لهم، وهذه كانت من الأهداف الأساسية التي انطلقت منها بوابة المستقبل، الاستفادة من إقبال الطلاب على التقنيات وتسخيرها للعملية التعليمية، لخدمة العملية التعليمية. فالطالب وجدنا فيه إقبال كبير جدا على الدخول على المواد الإثرائية والاستفادة منها، هي مواد مرئية مثلها مثل بقية المواد الأخرى التي يراها على يوتيوب أو على سناب شات أو ما إلى ذلك، ولكنها تصب في مواضيع التعلم والتعليم بشكل مباشر وتتماشى مع المنهج الدراسي الذي يلقاه الطالب في المدرسة. ممكن يكون في مجال منافسة داخل كل مدرسة بحيث يتفاعل الطلاب مع بعضهم في التحصيل الدراسي؟ هناك منصات رقمية لحث الطواقم أو عناصر العملية التعليمية للتنافس بشكل إيجابي، وهناك أيضا مسابقات نسعى إلى تحفيز فيها الطالب للتفاعل بشكل أكبر مع منصات خاصة بكل مدرسة. يوجد شيء خاص لكل مدرسة، ويوجد شيء خاص على مستوى مكتب الإشراف أو إدارة التعليم أو حتى على مستوى المملكة. لا أقصد كمستوى تعليمي للطالب، هل ممكن يظهر للطلاب على الموقع أو على التطبيق؟ بالنسبة للتطبيق بوابة المستقبل تحديدا الآن لا يظهر على مستوى المملكة، ولكن هناك مسابقات نسعى إلى تطبيقها بالتفاهم مع القطاعات المعنية في وزارة التعليم، وبإذن الله تمكن أيضا جميع الطلاب في المملكة من المشاركة ومن المنافسة أيضا من التصنيف والتسابق ووضع وضع الأولويات بينهم بإذن الله. طيب تطبيق المشروع في سنته الأولى هذه السنة، الآن تقريبا كم 7 أشهر من شهر محرم تقريبا، ما هي مرئياتكم؟ ما الذي وجدتموه من خلال تطبيقها على 150 مدرسة؟ الجميع متحفز، هناك إقبال كبير جدا أكثر بكثير مما توقعنا والحمد لله. هناك إقبال ضخم من قبل الطلاب والطالبات للاستفادة والإفادة والتفعيل، هناك إقبال جيد جدا من قبل المعلمين والمعلمات وقادة المدارس. في آراء، في مقترحات منهم شيء؟ هناك آراء تصل بشكل دوري، هناك أيضا رصد لما يذكر من آراء على الشبكات التواصل الاجتماعي، وهناك أيضا خط ساخن للدعم الفني نقدمه للطلاب وأولياء الأمور والمعلمين وقادة المدارس وكل من يحتاج الدخول على بوابة المستقبل، تأتي من خلاله بعض الآراء وبعض المقترحات وبعض الملاحظات. جميل. طيب من خلال رؤية المملكة 2030، ما الذي يمكن أن يقدمه أو تقدمه بوابة المستقبل؟ بوابة المستقبل هي عنصر أساسي في تحقيق أهداف المملكة 2030 من حيث تأهيل الكوادر المستقبل بتقنيات المستقبل. من خلال التحول الرقمي نحن نسعى إلى جعل التقنيات الرقمية عنصر أساسي بديهي يستفيد منه الطالب ويتعامل معه بشكل انسيابي. إضافة إلى هذا وذاك نحاول دائما وابدا أن ندخل بعض التقنيات الحديثة في النشاطات الطلابية، ندخل بعض التقنيات الحديثة ما يتعلق بمهارات القرن 21 لتصبح جزء من النشاط الطلابي أو جزء من عدد من المناهج الحالية. الانطلاق متى إن شاء الله على مستوى المملكة قبل 2020؟ عملية التحول هي عملية تدريجية، ليست أبيض وأسود، وإنما تأتي بالتدريج. ما رأيناه في المدرسة في التقرير هي واحدة من النماذج الإيجابية الكبيرة جدا. بعض المدارس يكون التطبيق فيه أسرع من البعض الآخر، نسعى أن جميع المدارس تحظى بجزء ولا يسير من التحول. بعض القادة يكونون سباقين لعملية التحول وندعمهم في ذلك من حيث توفير التقنيات أولا بأول، والبعض الآخر ربما يحتاج وقت أطول، نعطي له وقته حتى ينسجم ويلحق بالركب. طيب بهذه المناسبة كلمة أخيرة توجهها للسادة المشاهدين سواء كانوا أولياء أمور أو معلمين أو طلاب. التحول الرقمي هو حقيقة،
على مستوى قطاعات الخدمات وقطاعات الصناعة كافة. استفادت عدد كبير جدا من القطاعات من التحول الرقمي، حان الوقت لأن يستفيد قطاع التعليم من التحول الرقمي بإذن الله. إذن الرئيس التنفيذي لشركة تطوير تقنيات التعليم الدكتور يوسف بن أحمد العوهلي، شكرا جزيلا لك. الشكر لكم أستاذ علي، والشكر أستاذ المستمعين. إذن أعزائي المشاهدين، فقراتنا متواصلة في عين التعليم بعد الفاصل، نبقى وإياكم مع أبرز ما يدور في وسائل التواصل الاجتماعي. الجميع يعشقه ويرحب بوجوده، لقد وصل بعباءته الزرقاء ليجري في عروق الحياة وينساب بين أحشائها ويكحل مقلتيها بالخضار. دعونا نكتشف أسراره ولغز ترحاله الأبدي وهويته العجيبة. المياه سر الحياة، يأتيكم في الأوقات التالية. كن مستعدا للرحلات المثيرة داخل أطلس الحيوان، إلى الأدغال وحيواناتها الخطيرة، إلى الصحراء وحيواناتها المثيرة، إلى السافانا وحيواناتها الكبيرة، واستعد معنا للغوص أسفل البحار والاقتراب كثيرا من الحيوانات القطبية الرائعة. كل حيوانات الكرة الأرضية أبطال على شاشتك. أطلس الحيوان يأتيكم في الأوقات التالية. أهلا بكم أعزائي مشاهدينا، أعود مرة أخرى معكم في وسائل التواصل الاجتماعي وأبرز ما يدور فيها، ونبدأ وإياكم مع أولى هذه التغريدات، والبداية مع حساب أول سعودي وسعودية. يقول هذا الحساب: تالا سامي ذات العمر 17 عام، طالبة سعودية تم اختيارها من ضمن 15 طالب على مستوى القارة الأوروبية للمشاركة في نموذج قمة العشرين للقيادات الشبابية والذي تنظمه الأمم المتحدة مع جامعة هارفارد، متفوقة على نظيراتها من الجنسية البريطانية. خلونا نشوف تالا وهي تكرم في هذه الصورة التي انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي. تستاهل تالا هذا التكريم الحقيقة، وجميل الحقيقة لما نجد في كل أسبوع في كل يوم خبر جميل ورائع من هؤلاء الطلبة الذين يرفعون رأس بلادهم وعلمه من خلال العلم والثقافة والابتكار. خلونا نشوف ردود الأفعال على هذه الصورة. مجدوع سعيد أبو راس يقول: حفظها الله ومتعها بالصحة والعافية وبارك فيها وفي جهودها، أسأل الله الحي القيوم أن يبارك لها وأن يجعلها عونا على طاعته وأن يرزقها بر والديها، اللهم آمين. أيضا من الردود على هذا الإنجاز لتالا عندنا عاصم جوهر يقول: ما قامت به الطالبة تالا هي صورة من صور الوفاة لهذا الوطن، ويجب أن نفخر بمثل هذه النماذج التي يجب أن تكرم من قبل الملحقية الثقافية ووزارة التعليم. ننتقل الآن إلى تغريدة جديدة وهي من لاعب كرة القدم السابق سامي الجابر في تعليقه على تدشين وزير التعليم لكتاب غازي القصيبي رحمه الله. نشاهد هذه التغريدة لسامي الجابر، يقول: كتاب حياة في الإدارة المغفور له بإذن الله الدكتور غازي القصيبي، كتاب يحمل قيمة علمية وتجربة إدارية ثرية بأسلوب قصصي شيق، خطوة مميزة لوزارة التعليم. خلونا نشوف أيضا ردود الأفعال على هذه التغريدة. عندنا كاسر الصمت يقول: قرار الوزارة خطوة ممتازة ويواكب التحولات الاقتصادية الجديدة
ورؤية المملكة 2030. فعلا خطوة جميلة ورائعة للمملكة العربية السعودية. هنا أيضا آخر تغريدة معنا وآخر رد على هذه التغريدة للحربي، يقول هذا الكتاب قديم جدا وطبعت منه عدة نسخ، كتاب قيم جدا ومفيد لحياتك الشخصية وليست الإدارية فقط، تطرق الكتاب فيه لتاريخ حياته الإدارية وما رافقها من تعاملات إنسانية في مواقف عديدة، أنصح بقراءته وبشدة. فعلا كلام جميل على هذه التغريدة وعلى هذا القرار وتدشين الكتاب لوزير التعليم لغازي القصيبي رحمه الله، فعلا كتاب قيم ورائع جدا وحقق الحقيقة انتشار واسع بل وثناء الكثيرين من أهل الإدارة. مهم جدا أن يكون بين طلابنا للتعلم ولبحث بعض الأفكار الإيجابية والجميلة في حياة الإدارة لغازي القصيبي. كانت هذه آخر تغريدة معنا اليوم في أبرز ما يدور في وسائل التواصل الاجتماعي، وننتقل بكم إلى بصمة هذا اليوم، نتابع هذا التقرير في هذه البصمة ثم بعد ذلك في الاستوديو ضيوف هذه البصمة. أن تتقن استخدام بوابة المستقبل فهذا شيء عادي، لكن أن تنقل تلك الخبرة فهو شيء استثنائي. تغريدة من حساب المدرسة في تويتر، فحواها متوسطة السليمانية ضمن مدارس التحول الرقمي، كانت كفيلة للمعلم هند التميمي أن يوظف التقنية في بيئته التعليمية، مدركاً أن توظيفها في التعليم سيكون فيها الطالب محور العملية التعليمية وستكون داعماً له في التعلم. مهند التميمي شغوف بالتقنية وتفعيلها في التعليم والتعلم مهما كانت العقبات والعوائق، لم يقف عند هذا الحد، حاول جاهداً أن ينشر ثقافة استخدام التقنية وبالتحديد بوابة المستقبل في مدرسته، فحمل على عاتقه تدريب المعلمين والطلاب، فكان خير معين ومساعد لكل من واجه عقبة في استخدامها. لقناة عين بدر الدوسري الرياض. أهلا بكم أعزائي المشاهدين معنا مرة أخرى في بصمة هذا اليوم، والحديث أيضا متواصل عن بوابة المستقبل وبعض المدارس التي طبقت هذا المشروع، مشروع بوابة المستقبل. معي الأستاذ مهند التميمي أحد المدربين القائمين على هذا المشروع، أرحب بك أستاذ مهند. أهلا وسهلا أستاذ علي، وأرحب أيضا ببقية ضيوفي في هذه الحلقة، الطلاب المستخدمين لهذه البوابة في إحدى مدارس الرياض. أبغى التعريف من كل واحد منكم. أول واحد زياد. زياد العمار. ونعم أخوي زياد، كيف حالك؟ الحمد لله، تشرفنا بك طال عمرك في البرنامج. الله يشكرك. زياد العمار ها؟ إياد العمار. ها إياد. إياد العمار. نعم. ونعم والله أخوي إياد. مالك. البراء العودة. البراء العودة. العودة، حياك الله أخوي البراء. طيب أبدأ معك أستاذ مهند بخصوص بوابة المستقبل، كيف وجدت المشروع بداية من انطلاقة من شهر محرم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أشكر لكم هذه الاستضافة. في بداية المشروع أنا ما كنت في كنت ضمن برنامج قيادات تربوية من أجل التغيير، خبرات كنت في فنلندا. جميل. فسمعت عن المشروع من تويتر حق المدرسة، فكان مشروع الفاينل بروجكت اللي في تبع البرنامج كان عن اللي هو كيف نوظف التقنية ونفعل من خلالها مهارات القرن 21. جميل. فكان الموضوع عبارة عن بيئة خصبة لتنفيذ المشروع اللي أنا سويته هناك، وفعلا هذا اللي صار. جميل. أبغى أسأل الطلاب، أبدأ مع إياد. إياد كيف وجدت بوابة المستقبل؟ والله البوابة سهلت لنا أشياء، واجبات. مثل إيش؟ يعني مثل الواجبات أسهل. أي. من الواجبات اللي تكون في الفصل يعني. والمناقشات مع الزملاء. جميل. تقصد الطلاب تتناقش معهم. نعم. فسهل لك أشياء كثيرة، الوصول للمعلم، الوصول للطالب، فأصبحت أكثر تفاعل أيضا بينكم بين الطلاب. نعم.
أحسن من جروب واتساب ها. طيب البراء، كيف البرنامج معك؟ والله كان أسهل من المدرسة بكثير، يعني يكون أمتع وتناقش مع زملائك والأساتذة بعض الأحيان ويرسخ المعلومة أكثر أكثر من الفصل. طيب بالنسبة للأستاذ مهند بخصوص البوابة، أنت عرفتها لما كنت في إيرلندا؟ فنلندا. وبعدها طبعا أنت سمعتها في التطبيق ولا سمعت كتطبيق ولا كإطلاق مشروع؟ كإطلاق مشروع طبعا هي أطلقت مثل ما الجميع عارف من بداية العام الدراسي. أنا كنت موجود في المدرسة من بداية الفصل الدراسي الثاني. جميل. واستلمت زمام المبادرة فيها طبعا بدعم من المعلمين، معلمين المدرسة وقائد المدرسة أستاذ فيصل. فأخذ دور منسق التحول الرقمي في المدرسة. حلو. والحقيقة ما كانت مهمتي صعبة أبدا، أنا مجرد محفز، وكانوا المعلمين لديهم الرغبة والقابلية للتغيير، لأن البرنامج عكس البرامج الأخرى بدأ من قاعدة الهرم ولم يبدأ من رأس الهرم. فكان موجه للميدان والميدان هو اللي فعله. جميل. طيب لما أتحدث عن بوابة المستقبل أتحدث عن تطبيق تحول الحقيقة داخل العملية. صحيح. التعليمية، صف لي الواقع بالنسبة للمعلمين، وش لمسوا من تغير لما طبقوا هذا المشروع؟ طبعا بوابة المستقبل أخذت وظيفة المعلم من أو مصدر للمعرفة وحيد إلى أن مجرد مسهل للعملية التعليمية، فتعددت مصادر المعرفة من خلال مثلا لما يضيف المعلم صفحة نقاش. حلو. فهو بذلك يضع الموضوع للطلاب، والطلاب من أنفسهم يبدأون يكتبون تعليقاتهم اللي ممكن وقت الحصة ما يكفي لتلقي آرائهم أو أنه يقبل النقطة هذه أو يرفض النقطة الأخرى. أيضا يستطيع أن يفرد صفحة نقاش جديدة أثناء النقاش اللي أو الموضوع الأساسي اللي وضع المعلم. فهذا يوسع مداركهم، يوسع النقد عندهم، طريقة تقبل النقد وتقبل الرأي والرأي الآخر. فهي وسعت مدارك الطلاب بحيث أنها خلت المدرسة بدل ما هي 6 ساعات خلتها 24 ساعة. جميل. طيب إياد، أول ما استخدمت البوابة وش أبرز الإشكاليات اللي واجهتها؟ يعني صعوبة في إرسال واجبات. حلو. كنت تواجه صعوبة تقنية في إرسال واجبات، وبعدين كيف تخطيت هذه المشكلة؟ شفت زملائي وتعودت. تعلمت من زملائك. جميل. طيب أو أخذت واجبات عبر البوابة والوالد يتابعك في البوابة ولا ما يتابع؟ إلا يتابع. يتابع. فرق معك شيء في أسلوب التعلم لما استخدمت البوابة؟ إيه، يكون أسهل بكثير. أسهل بكثير. وأنت يا عفوا البراء، كيف استخدامك مع البرنامج؟ والله تقريبا شبه يومي. انت تشوف انك جيد في استخدامه؟ اول ما دخلت كل شيء واضح قدامي. كل شيء واضح. كل شيء. جميل. ما احتاج لاحد يعاونك. ممتاز. طيب كم ساعه ياخذ منك البرنامج في اليوم؟ عشان كذا ادخل اشوف الواجبات، اناقش زملائي كذا باليوم على حسب الواجب اللي فيه او صفحه النقاش اللي فيه. تقريبا من ساعه الى نص ساعه تقريبا، بعض الاحيان توصل ساعتين. لما يكون في حلقة نقاش بينك وبين الطلاب في أي واجب، تحس في اختلاف لما لا يكون ما في تواصل مع أحد وتحله مباشرة وتسلمه من بكرة؟ لا إذا ناقش مع زملائك بيكون إيه؟ إني فهمك أكثر واستيعابك، ويكون المدرس أصلاً مع كذا في صفحة النقاش إذا كان في غلط الأستاذ ينبهنا وكذا. أستاذ مهند، لما يكون حلقة نقاش بين الطلاب في حل أي واجب، أين تعتقد أنه ممكن يؤدي إلى تقدم في مرحلة التعلم بالنسبة للطالب؟ طبعاً حلقة النقاش هي جزء من الأيقونات الموجودة في البوابة. في صفحة النقاش في الواجب التفاعلي. إيه؟ مختلفين عن بعض. صفحة النقاش المعلم يضع موضوع ويترك الحديث للطلاب والتعليق عن حول هذا الموضوع ويأخذ آرائهم. فما فيها إجابة صحيحة أو إجابة خاطئة. جميل. فهذه من مزايا صفحة النقاش، أن تخلي لك المساحة مفتوحة للطالب بحيث أنه يقول رأيه بكل أريحية بدون ما يكون مقيد بإجابة صحيحة أو خاطئة. أما الواجب التفاعلي طبعا مجرد أنه يحل الواجب تجي الدرجة مباشرة. كثير من الوسائل التعليمية، أو أتحدث أيضا عن بعض الأساليب التعليمية
والتقنيات التعليمية في التعليم بشكل عام. هل بوابة المستقبل ممكن تخدم المعلم في هذا الجانب؟ طبعا هي تعتمد على المعلم في البداية أنه كيف يوظف التطبيقات التعليمية في البوابة. حلو. البوابة تدعم هذا الشيء وبالعكس تحفز لهذا الشيء كثير. فهي تعتمد برضو على المعلم. وأرجع وأقول أن مجرد بداية البوابة من الميدان من القاعدة هذا من الأشياء اللي خلاها. طيب وش أبرز الأشياء المهمة اللي ممكن تكون نقلة نوعية في البوابة؟ طبعا من أبرز الأشياء صفحة النقاش أنا برأيي لأنها تترك مساحة للطالب أن يتناقش ويقول رأيه. أيضا فيه الفصول الافتراضية. جميل. واللي هي تقريبا نفس الجوجل كلاس روم لكنها موجودة ضمن البوابة. حلو. مثلا من الأشياء اللي واجهوها الطلاب أثناء بعض لتعليق الدراسة في بعض المدن كانوا مدارس كثيرة من مدارس بوابة المستقبل يستخدمون عملوا فصول افتراضية لطلابهم تعويضا عن الحصص اللي ما أخذوها أثناء تعليق الدراسة. يستفيد منها المعلم في بعض الروابط في بعض المواد التعليمية اللي ممكن يرسلها لطلابه؟ طبعا أنت بيكون عندك قاعدة من الملفات في أيقونة الملفات تقدر تحط فيها كل الملفات الموجودة عندك على الجهاز وتوفرها على البوابة. أيضا متاح لك أنك تدخل على الويكيبيديا تدخل على جميع مصادر البحث والمعرفة أنك تدخل عليها وتضيف لها كرابط مو بالضرورة يكون المحتوى. البوابة تفعل أن يكون تحط محتوى تحط صوت فيديو أو نص أو تضيف أو ملف أو لينك أو رابط أو ملف كامل. ممكن أو ملف كامل إذا كان المعلم مثلا يستخدم الصبورة الذكية ويحفظ الشرح ممكن يضيفه؟ أي ممكن طبعا. جميل. طيب إياد كم لك تستخدم البوابة؟ يعني من أول السنة؟ ما تقريبا يعني بس من أول فصل دراسي استخدمت الثانية استخدمناها أكثر يعني من الفصل الأول. كم ساعة تستخدمها في اليوم؟ على حسب الواجب إذا كان صعب إذا كان سهل يعني تقريبا نص ساعة 45 دقيقة إلى ساعة. فرق معك في أسلوب المذاكرة عن أول؟ تتوقع أنه أصبح جاذب لك أكثر أنك تذاكر وتفتح الكتاب أو تحل واجبات؟ أي طبعا إحنا نحب الجوالات أكثر من الكتاب فدايم هو في جيبك. أي فيصير أسهل يعني ندخل وهذا أزم الكتاب أخذ معي وين ما كان فيصير أسهل. طيب البراء من ناحية الوقت هل اختصر الوقت عند الطالب كثير أثناء المذاكرة؟ كثير. كيف؟ بعض الأحيان يعني في بعض المواد الدسمة يكون في شرح كثير ومع ومع البوابة يصير لخص لك كل شيء تلخص الأشياء المهمة وتصير كل شيء الحمد لله صار أسهل مع البوابة. بحكم الجيل الجديد اللي يستخدم التقنية أنتم تفضلون أن المعلم يحط الواجبات إلكترونيا؟ أي أفضل لكم عشان تحلها سواء كنت في البيت ولا في الاستراحة ولا مع الشباب ولا طالع في أي مكان فيعطيك أكثر حرية لكن ما يشتت انتباهك؟ طيب إذا كان في شيء توجهه مثلا للمعلمين كونك مدرب ومنسق حول هذا المشروع؟ طبعا أتقدم أولا بالشكر لجميع معلمين التحول الرقمي لأنهم القاعدة وهم الأساس. ختاما أقول أن المدارس هي مصانع المجتمعات. صحيح. فإذا أردنا مجتمع متطور فعلينا أن نبدأ من المدرسة ونستثمر في المدرسة. جميل. إذا الأستاذ مهند التميمي المنسق في إحدى مدارس الرياض لمشروع بوابة المستقبل شكرا جزيلا لك. حياك الله. أهلا وسهلا. كذلك أشكر أحد الطلاب المشاركين معنا اليوم وأحد المستخدمين لبوابة المستقبل الطالب إياد العمار. يعطيك العافية إياد. الله يعافيك. وكذلك الطالب البراء العودة. يعطيك العافية البراء. الله يعافيك. خلوني وإياكم وسادة المشاهدين نستعرض وسائل التواصل الاجتماعي والتي تظهر أمامكم على الشاشة. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل نلتقي بكم في حلقات قادمة. عين التعليم نرصد
لترى. يعطيكم العافية.